سارة عالصيام بس انا اليوم عن جد مع الصيام وضعي صعب. ايه ما بقول لك عالصيام ينسى الواحد بس انت ما بتنتسي حبيبتي. هلا المهم انا ما انسى الحكايه هلا. اها لا هلا مش لك ايه تعبيني. نعم الحكايه اللي بدي احكيها اليوم مثل ما قلتي عنوانها ترويض الفيل، شو بتتوقع هيك تكون؟ يعني متوقع انه مهمه صعبه في الحكايه ممكن انه يقوم فيها بطل الحكايه لانه صعب كثير ترويض الفيل. طبعا هات لنشوف شو القصه. الحكايه بتقول انه مجموعه صيادين راحوا على الغابه لحتى يصطادوا فيل حي، بدهم ياخذوه على حديقه الحيوانات. فلما وصلوا لهنيك حفروا حفره كثير كبيره وغطوها بالاعشاب واستدرجوا الفيل، استدرجوه لوصل لحد الحفرة ووقع بالحفرة. فلما وقع بالحفرة خلصت أول حيلة ليصطادوه، بس هن ما بدهم بس فيل، بدهم فيل مروض ليقدر أنه يعيش بحديقة الحيوانات. بتعرفي فيل معود يعيش بالغابة حر طليق، فجأة بدك تحبسيه بحديقة حيوانات، بدها القصة وقت. فقاموا انقسموا هو مجموعة الصيادين لقسمين، قسم لابس تياب لونهم أزرق وقسم لابس تياب لونهم أحمر. احفظي معي أزرق وأحمر. عند كل يوم الصبح بيجي الفريق اللي لابس لونه أحمر، بيجي بصير يضرب الفيل ويعذب الفيل، ومن بعيد بيرميه بحجارة وما بينزل لعنده على الحفرة، بصير بيقرب له الأكل على عصاية طويلة يقرب له إياها لحد تم، ولما بيجي بده يأكل بيسحب الأكل منه، بيضل يعمل فيه هيك من طلوع الضو ليصير الظهر. على الظهر بيجي الفريق اللونه أزرق، بيقوم بيزعب وبيطرد الفريق اللونه أحمر، وبيجي هو بيطبطب على الفيل وما وبيقرب له الأكل لحد تمه وبيطعمه. أول يوم، تاني يوم بيعيدوا نفس الكرة. الصبح بكير بيجي الأحمر بيعذب الفيل، وعلى الظهر بيجي الفريق اللابس أزرق بيطبطب على الفيل لغروب الشمس لينام الفيل. بيعيدوا الكرة يوم 30 يوم. بعد مرور 30 يوم بيجي الفريق اللابس أحمر بيكرر نفس الشيء، بس هالمرة الفريق اللابس أزرق ما بيكرر نفس الشيء، بيجي بيزعب الفريق اللابس أحمر وبيطلع الفيل من الحفرة. لما بيطلع الفيل من الحفرة بهيدي اللحظة هو كل همه إنه تخلص من الفريق اللابس أحمر، ولما بيمشي ما بيفكر إنه يهرب لأنه هو بس همه إنه تخلص من التعذيب، وبيمشي بشكل طوعي ورا الفريق اللي لابس أزرق. بيمشي معه بيمشي معه بيمشي معه وبيروح بإجري على الحبس الكبير على حديقة الحيوانات. حكاية الفيل تشبه حكاية واقعنا الإنساني. تشبه حكاية واقعنا الإنساني. نفس الجهة بينقسموا قسمين، جهة بتحرمنا حقوقنا وبتعذبنا، وجهة بتنقطنا شوي صغير من حقوقنا وبتراضينا إلى أهداف تانية. ومنمشي ورا الجهة اللي عم بتراضينا وبتنقطنا شوي من حقوقنا ومننسى أهدافنا الكبيرة، ومنتحول لشعوب غير قابلة للمقاومة وخانعين وماشيين مثل ما بدهم ناس تانيين. جميلة جدا هذه القصة، ويعني بتعرفي بتذكرني ما بعرف اذا بتعرفي لشاعر احمد مطر لما بيقول انه عن ايها الشعب المجيد، عن هذه المقوله التي دائما نسمعها، وبيقول انه للحاكم بيقول له انه بما معناه انه لعنه الله على مجدك هذا وعلى المجد التليد، اي مجد يا بليد، كلمه يبتاعك بها الداني بها دوما ويشتريك البعيد، علكه يبصقها الطاغي المولي ثم يوالي مضغها الطاغي الجديد. تمام فنحن في هذا الاخير هو خلاصة. وبيعجبني فيك هبة دايما التعليقات تبعولك بعد الحكاية بتكون شعر وأدب، وهذا نعم. شيء كتير حلو فيك. شكرا لك سارة على هذه القصة الجميلة.